مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من مدينة طنجة. ومعنا بقال الحانوت اللي كيتعرض للهجوم من طرف عائلة صاحب المحل، وجاءوا احد افراد هذه الاسره اللي كيهددوا بالتصفيه الجسديه من اجل افراغ المحل، وكيقول بانه كيخلص الكرة وبغى القضاء ينصفه. اذا المزيد من التفاصيل غادي نلقوا على لسان هذا البقال. تفضل، كاين المشاكل كتعاني مع مولات الطالب؟ انا كل واحد من ناحيه مولات المحل. انا كاين واحد المحل مسنانة، وديك الناس اللي كراو لي المحل كيهددوني وما خلاونيش. انا كاين واحد المحل مسنانة، والناس اللي كراو لي المحل كيهددوني وما خلاونيش نخدم على راسي. كيتهجموا عليا، وعندي الفيديوهات باش تهجموا عليا، ما كيخلونيش نخدم. ما كيبغوش يتخلصوا، كنخلص لهم في الصندوق مورا مور العيد. المهم تهجموا عليا في المحل، وعندي فيديوهات درت ثلاثه شيكايت بهم، وباقي ما عطاونيش الحق ديالي. عيد ما نشكى بهم، وكيهددوني وكيجريو لي الخدام اللي كنجيب. الخدام اللي كيجي كيتفاهموا معاه، ما كيخلونيش نخدم على راسي. المهم كيتهجموا عليا. المهم الناس كيهددوني وكيدعوا راسهم عندهم النفوذ، وكيقول لك فوق القانون. وما عيد ما نطلب الحق ديالي، ما كاينش الحق. نيت ما نجري في المحاكم، ما بغاوش يعطيوني الحق ديالي. من 2015 وانا كاري ديك المحل، من 2015 وانا كاري المحل. ما كيبغوش يتخلصوا في الكره ديالهم، كيخلص لهم في الصندوق في المحكمه. المهم دابا تهجموا عليا وشدوا لي المحل، وكيقطعوا لي الضو باش نتصادم معاهم. ما بغيتش انا نتواجه معاهم، هما يخرجوني مع المحل. صح، المهم بغاو المحل ديالهم وما جاوش عندي يتحاوروا معايا، ولا يقولوا يعطينا المحل ديالي. كيجاو كيتهجموا عليا، تهجموا على الخدام، وسرقوني في المحل اللي عندي في محل الدواء. المهم الشيء اللي كاين، درت ثلاثه شيكايات، جوج شيكايات عند السيد الوكيل، وحده في الدائره 11، وحتى شي حاجه ما كاينه. ودابا عاود كيتهموني بلي انا نصبت على واحد السيد، وكيدايرين لي دايرينني شهود الزور، وكيطلعوني يهبطوني تما في الدائره، كيديروني ويجيبوني. المشاكل ديالي كامل خلاوها. المهم هادشي اللي كاين. عليك متصل بكشي الابتداء، كلشي كاين، كلشي كاين، الفيديوهات كاينين، كلشي كاين موجود، وكاين اوديو ديال التهديد وكلشي. فيما مشيت كيتبعوني حتى ولادي. دابا كنت ساكت تما، كيبقاو يتبعوني ولادي، حيدتهم من تما. دابا كيهدوني فيما مشيت، كيهدوني. المحل ديالي مشدود، والسلعه كتضيع لي تما، والسقي راه داو لي وخلاو المحل مشدود تما، كلشي كيضيع تما. اي وقت شي شهر وانا تما في المحل بوحدي، وكيهددوني وكيتهجموا عليا تما. كل مره شكون كيجي فيهم كيهددوني. جاوب الليل حيدوا لي الباش، وخلاوه تما مسيف في الزنقه، والشمس كتضرب لي في السلعه في المحل الداخل. طريقة التهديد غير شفوية، ماشي بشي العصا ولا شي حاجة. لا كيهددوا بأي، المهم كاملين بزاف بهم، كل واحد باش كيهدد. فيما مشيتي للخدام عاود فيما مشى كيتبعوك الطوموبيلات، فيما مشيتي كيتبقاو يتبعوك الطوموبيلات، كيتبعوك الخدام. مشى من المسنانة عند شي واحد من العائلة ديالو في كيزنا، يتبعوه حتى لتما، وتهجموا عليه في المحل. كيقولوا ما غير خدام، هما كيتبعوه فيما مشى، كيقولوا ما تمشيش، ما تواجهش معنا في الدائرة. وهذا فيما مشى كيتبعو كيهددو. شحال كان هاد المحل؟ كريتو 2500 وتزادت جوج مرات، دابا 3300 وصلت. راه 3300؟ اه. واخا زادو بصح، واخا زادو، هما بغاو المحل صحة بأي طريقة، فهمتي؟ ماشي ما بغاوش الزيادة ولا شي حاجة، مخصوم المحل بأي طريقة. واحد السيد تا هو قدامي تما باغي الصاكا، وكيتعاونو مع بعضهم. واحد البقال تما قدامي بغا الصاكا، ما بغاوش يعطيوها للدولة، حيت أنا جبتها قبل منو. هو كيتعاون معاهم، كيديروا الحلقه حداه تما، كيتجمعوا حداه قدامه تما، وكيهددوني. اه، وكيقولوا لي بلي انا سرقت الدار الخي. وخايا مشيت لعندو قال لك ما قلت حتى شي حاجه. سرقتي؟ انا سرقت الخي الدار، وقال لك هما زعما انا سرقت الخي الدار، عما نسرق المحل ديالهم. وخايا مشيت عندو قال لي ما قلت حتى شي حاجه هنا. وهذه مسائل شخصيه الزق لهم. اه، قال لك اسيدي انا سرقت الدار، انا اصلا هي كاري كاري المحل، وكاري الدار، وعندي ولادي كندير عليهم. ولادك؟ عندي ولادي. اه، وكنصرف عليهم، وهذيك ما خلاونيش. المهم كيرزيوني بأي طريقة، عندي جوج. جوج؟ اه.
كاري تما ولا نفس حتى البقالة ولا كاري تما؟ كنت كاري تما ملي كيهددوني هزيت ولادي حيدتهم من تما. خافتي ومشيتي للمقاهي؟ اه كيهدونا يعني فين ما مشيتي كيتبعوك. يعني حاولوا الحياة ديالك تشاحن. اه هاد الناس هادي كيدعوا راسهم فوق السلطة، يعني شي حاجة فوق القانون، خدامين مع الدولة وكيحسبوا راسهم فوق القانون. شنو ما بغيتيش تطلق المحاكم؟ انا ماشي ما بغيتش نطلق المحاكم، انا خسرت بزاف في المحاكم 4 سنين وما كيطلعوا يهبطوا فيا في المحاكم. ما خلاونيش نخدم، ما خلاوني ندير حتى شي حاجه. لا زعما ما عرفتش اللي صرفت عليه 4 سنين هادي، عندي رخصه للكار وعندي بزاف يعني محل 4 سنين وانا كنخلص الكره وكنجري وكان يمكن شي تمشي غير هيداك، ما جاوش حتى لعندي باش يقول لك بغينا المحل ولا شي حاجه. لا والو ما كاين حتى شي حاجه، لا والو حتى شي حاجه. شي حال حيد ديالك؟ لا ما كاينش. كيقول لك غير خرج الله يعاونك. صافي اه خصك تخرج، خصك تخرج بهي الطريقه وصافي كيتهجموا عليك، كيخرج خصو يخرجك بالتهديد وديك الشيء هذاك. انت عندك تما 4 سنين ديال الصياره. دابا داخل في 7 سنين دابا وانا في المحل. شحال؟ داخل دابا في 7 سنين من 2015 لدابا. وانتوما في الدعوة في المحكمة؟ لا لا 4 سنين تقريبا هيدا شي 4 سنين وحنا. ها؟ 7 سنين ولا تقريبا في المحل. يعني اللي بديتو بديتو بالنزاع. اه. ها؟ لا ماشي بداو ديك الوقت، ما عطيني ما عطاونيش الماء، انا كاري المحل من 2015 لدابا ما عنديش الماء كاع في المحل. ما عطاونيش كاع الماء، ومشيت دعيتهم على الماء وحتى دعوني هما ومشيت دعيتهم على الماء. ما كاينش يعني كاين الحكم ديال الماء وما كاينش اللي ينفذوا، ما كاين حتى شي حاجه، كلشي موقف يعني كلشي عندهم النفوذ وعندهم كيتعاونوا معاهم. راه بغيتي بهم شي كيكه في بعد الله تحسبك. اه كاين الحكم ديال الماء باللي يعطيوني الماء وما كاينش، ما عطاونيش الماء ما كاينش المحل ما فيش الماء كاع، والقادوش كيطلق عليا تما وهادي، واخا اذا كان سقيرة عند الجيران وكلشي جا تما اللي كان سقي عند الجيران تما، ما عنديش الماء في المحل كاع. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي تابعتوا معنا من طنجة صرخت مول الحانوت اللي كيتعرض للهجوم من طرف عائلة صاحب المحل، وكيهددوا بالتصفية الجسدية من أجل إفراغ المحل. وعبر هذا الفيديو على قناة شوف تيفي كيقول على أنه كيخلص الكرة في التوقيت دياله وبغى القضاء ينصفه لأنه كيتعرض لهجومات يومية على المحل دياله. إذا تحية لكم مشاهدينا الكرام، ألقاكم في مباشر قادم، إلى اللقاء.